من اهم الاشياء اللي بتحدد لنا الايمج كواليتي في الاكس رايز هي السبجكت فاكتورز. السبجكت فاكتورز هي العوامل اللي بتتاثر بالبيشنت نفسه، يعني البيشنت هو اللي بيحددها مش الاشياء الاخرى. فبدايه كده بنتخيل ان احنا عندنا مثلا، لو في عندنا مثلا تتخيل ده اللي هو السبجكت بتاعنا، لو احنا بنصوره من غير ما يكون في اي حاجه داخله بيطلع لنا مثلا 800 اكس راي فوتونز. لو هو داخله مثلا يعني وجبه بالشكل ده كده بنلاقي ان بيطلع 300 فوتونز. فبالتالي بيبقى في عندنا كونتراست بتوين الوضع ده والوضع ده، ممكن نقدر ان احنا نشوفه بشكل واضح جدا. يعني الاجزاء اللي في جسم السبجكت اللي ما فيهاش الوجبه دي بيبقى واضحه ان هي الكونتراست بتاعها مختلف عن الاجزاء اللي فيها. وبالتالي برضو لو احنا بنتكلم برضو على ان الاوبجكت نفسه او السبجكت نفسه ممكن هو بيتكون من عدد من التيشوز المختلفه، منهم عظم، منهم مثلا السكين والفات والماسلز والحاجات اللي زي كده، بنلاقي برضو ان الكونتراست بيعتمد على نسب الاتنيويشن بتاع كل واحده فيهم بالنسبه للاخرى عشان تدينا كونتراست مختلف عند كل نوع من انواع التيشوز المختلفه، عشان يقدر يبين لنا الكونتراست بتوين التيشوز الموجوده داخل الجسم. اهم حاجه بتحدد لنا الكونتراست هي الكي في بي اللي هو كيلو فولت بيك. فبيسكلي لو احنا بصينا على صوره وشفنا مثلا عند 40 و50 60 70 80 90 100 كي في بي، هنلاقي ان احنا عندنا السكيل جري سكيل بتاعنا اللي موجود عندنا في صوره الاكس راي، هنلاقي هنا في جزء كبير منه بيبقى لونه اسود، نتيجه ان الاكس راي فوتونز كلها امتصت، ما فيش اي حاجه فيها يعني وصلت انها تيجي تعمل اكسبوجر للفيلم او اكسبوجر للايمج ريسبتور. في حين ان احنا عند ال 100 بنلاقي ان الجراي سكيل مفرود على السكيل كله، يعني بمعنى ان احنا عندنا هنا شايفين فرق بين هنا وهنا وهنا، كل واحده من النقط دي شايفين الفرق بينها وبين الثانيه. فالحقيقه الكي في بي بيسمح لنا ان احنا نقدر نعمل كونتراست بشكل افضل من بقيه الاشياء الاخرى، يعني بقيه البارامترز الثانيه ما تقدرش تعمل نفس الفرق اللي بيعمله الكي في بي. عموما لو حبينا نلخص السبجكت فاكتورز نقدر نقول عليهم ان هم لا علاقه بالسبجكت كونتراست، يعني ايه الحاجات اللي موجوده داخل السبجكت نفسه هي اللي بتعمل لنا كونتراست، يعني انواع التيشوز الموجوده، اذا كان عنده مثلا بنبص على عظم او نبص على تيومر مثلا له كاركترستكس معينه، ده السبجكت كونتراست. الاشياء اللي موجوده داخل السبجكت هي بتحدد لنا السبجكت كونتراست. واحده من الحاجات المهمه برضو هي البيشنت ثيكنس. البيشنت ثيكنس تفرق مثلا معانا ان يكون عندنا سبجكت بيكون نحيف او يعني يكون الى حد ما يعني في وزن زياده. يعني الحقيقه كل ما كان الثيكنس اعلى كل ما كان الكونتراست بيبقى اسوأ للاسف. التيشو ماس دنسي برضو من الحاجات المهمه زي ما احنا كنا بنتكلم عليه في الجزء بتاع الانتر اكشن، لان ده طبعا بيفرق معانا. يعني احنا اتفقنا ان احنا كل ما التيشو ماس دنسي زادت كل ما الاتنيويشن او كل ما الانتر اكشن بالكونتور سكاترنج والفوتو الكتريك افكت كل ما كان اعلى. فبالتالي لو في تيشو ماس دنسي، لو في عندنا تيشو معين الماس دنسي بتاعته اكبر هنلاقي الانتر اكشن معاه اكبر، وبالتالي هنلاقي فيه كونتراست للتيشو دوت عن بقيه التيشوز الثانيه. برضه الافكتيف اتوميك نمبر، الاتوميك نمبر زي ما اتفقنا ما بيفرقش مع الكوانتم سكاترنج بس بيفرق مع الفوتو الكتريك افكت. فكل ما في عندنا اختلافات في الاتوميك نمبرز بيبقى في عندنا كونتراست نقدر نشوفه من الفوتو الكتريك افكت. شكل الاوبجكت برضه بيختلف، يعني كل ما كان شكل الاوبجكت مثلا دائري بنلاقي ان احنا عندنا كونتراست في الجناب بتاعته اللي هي بيبقى الافكتيف لينث بتاعها بيبقى اقل، بيبقى بيسكلي بيبقى اصعب من الاجزاء اللي هي بتبقى في النص مثلا، بيبقى في اختلاف بين الاثنين. فالحقيقه الاوبجكت شيب نفسه بيختلف، بيخلي شكل الكونتراست يختلف من صوره لصوره. وطبعا زي ما كنا بنتكلم الكيلو فولت بيك هو اللي بيحدد لنا بقى كل الفاكتورز دي هتتصرف ازاي. برضه من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تحصل عندنا في تصوير بالاكس راي حاجه بنسميها الموشن بلر. يعني الموشن بلر زي لما حد بيصور صوره وتطلع مهزوزه، لما واحد بيصور صوره ويحصل حركه في الصوره دي وهو بيصور بيطلع ان السبجكت اللي هو بيتصور او الشخص اللي بيتصور ده بيطلع كده مش شكله واضح كده، بيطلع ان هو يعني الشكل بتاعه مهزوز عن الشكل الطبيعي اللي المفروض يطلع. فبالتالي احنا بنحاول دايما نعمل بروسيجرز عشان نقلل الموشن بلر. مثلا بنحاول ان احنا نستعمل ذا شورتست بوسيبل اكسبوجر تايم، يعني لو احنا بناخد الصوره في وقت قليل جدا يبقى معنى كده بنتكلم على ان صعب ان يكون في حركه تعمل لنا مشكله بتاعه موشن بلر.
برضو بعض الاحيان السبجكت لو هو بيتحرك بطريقه عنيفه او مش قادر ان هو يكونترول الحركه بتاعته، ساعات ممكن نعمل ريستريكشن للموشن بتاعته. يعني ممكن مثلا ان هو بشكل من الاشكال يا اما يتاخد سيديشن مثلا، يتاخد حاجه من العقارات المهدئه مثلا، او ممكن ان هو نفسه يبقى في الجزء الوقت اللي هو بيتصور فيه ممكن يبقى محطوط له ريستريكتنج ديفايس مثلا ولا حاجه، او ريستريننج ديفايس بحيث انها تمسكه في المكان بتاعه من غير ما يتحرك في اثناء فتره التصوير. وطبعا الحاجه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي بتحسن لنا في الجيومتريك فاكتورز، ان احنا بنستعمل السورس تو ايمج ديستنس تبقى اكبر ما يمكن، والاوبجكت تو ايمج ديستنس تبقى اصغر ما يمكن، عشان الحاجتين دول الحقيقه بيقللوا لنا كل العوامل اللي بتعمل لنا جيومتريك ديستورشن، وبتفرق معانا كمان في الموشن بلر ان هو بيبقى اقل لما يكون الوضع بالشكل ده.